أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تقدم لأختي شخص يدخن ولا أظنه يصلي، ووافق عليه كل أهلي، وافقوا على زواجه ورفضت أنا. السؤال: هل اعتراضي يعتبر عقوق لوالدي لأني خالفتهم؟ اعتراضك يعتبر نصيحة، يعتبر من باب النصيحة، أنت نصحت وأحسن فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا فإنك أديت ما عليك وأبرأت ذمتك.